مرحبا أطفالي الأعزاء، درس اليوم ليس بدرس وإنما اختبار لما درسناه بالحصص الفائتة. سنقوم اليوم باختبار معلوماتكم. إذن سنقوم بتقويم. ماذا يقول سؤالي الأول في هذا الاختبار؟ أتبع ما هو منقط ثم ألون بما يناسب. أين هو المنقط؟ نعم، هذا طفل يهدي هدية إلى أخته. هذا الولد يهدي هدية إلى أخته. سنقوم بإيصال النقاط لهذه الهدية لنحصل على هدية، ثم نقوم بتلوينها فلنصل النقاط ببعضها لنتحصل على هديتنا. تابعوني باش تقوموا باش تتحصلوا على الهدية تاعكم. الهدية هذه فيها الخطوط العمودية كما هذا وهذا وهذا أيضا وهذا، وفيها أيضا الخطوط الأفقية مثل هذا. هكا نتمو عملنا مزج ما بين الخطوط الأفقية والخطوط العمودية، واحنا تعرفنا في المرة الفاتت على الخطوط الأفقية والعمودية. أحسنتم، صحيتوا، تبعتوني، صحيتوا. هكا أكملنا الهدية. إشنو وما زلنا؟ ما زلنا تلوين الهدية. باش تون لونه الهدية متاعنا يسمح تكون بألوان مزيانة برشا باش تفرح بها الأخت. هاي اللون مع بعضنا باش نختاروه، اللون الزهري. هكذا أصبحت الهدية التي أهداها الطفل للأخت. كم هي جميلة هذه الهدية، أحسنتم يا أطفال. الآن سنقوم باجتياز الاختبار الثاني. ماذا يقول هذا الاختبار؟ أتتبع ما هو منقط ثم ألون بما يناسب. ماذا ترون أمامكم وما الذي هو يحتوي النقاط؟ إنها الكيكة هي من تحتوي على النقاط. لقد صنعت سلمى مرطبات كبيرة وجميلة. كم هي لذيذة. أول شيء باش نقوموا بإيصال النقاط كما قاعدين نشوفوا توا، ومن بعد نقوموا بالتلوين. سنقوم بإيصال النقاط لبعضها. نختار هذا القلم. هذا ماذا يسمى هذا الخط يا أطفال؟ خط أفقي، أحسنتم. وما هذا الخط؟ عمودي، أحسنتم. نقوم بمزج الخطوط العمودية والأفقية مع بعضها لنتحصل على
المرطبات اللذيذة. هذا عيد ميلادي الأخت، وقد أهداها أخوها هدية، وهذه مرطبات في عيد الميلاد. أحسنتم، لقد أصلتم الخطوط بنجاح. الآن سنقوم بالتلوين. هيا يا أطفال. لقد أكملنا يا أطفالي مرطبات البنت، وهكذا ستحتفل الآن بعيد ميلادها. سننتقل يا أطفال إلى الاختبار الثاني. وماذا يقول هذا الاختبار؟ يقول سؤاله: علينا تتبع هذه النقاط ثم ألون بما يناسب. أتتبع ما هو منقط ثم ألون بما يناسب. سنقوم الآن بتتبع هذه الخطوط، ثم بعد ذلك سأترك لكم الحرية في التلوين، ثم نقارن من هو له صورة أجمل. هل ستكون صورتي أنا أم صورتكم أنتم؟ أعتقد أن صورتكم ستكون أجمل بكثير مني، لأني أنا متأكدة أنه التلوين متاعكم أحسن برشا من التلوين متاعي. ريتوا أصدقائي، أنا توه نخضع الاختبار ونتبع في النقاط، لكن شنو هي نوعية الخطوط اللي أنا قاعد نتبع فيها؟ نعم أحسنتم، ممتاز، إنها خطوط عمودية. هكذا لقد راجعتم دروسكم بنجاح.
أحسنتم، لا تتعبوا يا صغاري، عليكم بالمثابرة. نتبع الخطوط، عليكم الإسراع مثلي. لنتسابق، من سيقوم بإنجاز التمرين الأول، أنا أم أنتم؟ لكن بشرط أن تتبعوا الخطوط ولا تخرجوا عن النقاط، عليكم تتبعها. أنا سأكمل الآن الآن الآن. هيا هيا هيا، أكملت. فماذا تحصلت على ماذا يا ترى؟ تحصلت على سور خشبي. نعم، الآن سأترك لكم الحرية في تلوين هذه الصورة، ولنرى من صورته أجمل، صورتي أم صورتكم؟ لقد أكملت يا صغاري تلوين الصورة. هل رأيتم كم هي جميلة؟ وهل أتممتم أنتم تلوين صورتكم؟ أكيد أنا أعلم ذلك. أتمنى أن تكون الصورة جميلة مثل صورتي أنا. الآن سننتقل إلى الاختبار الموالي. هذا الاختبار سيكون أصعب اختبار من بين الاختبارات الفائتة، هذا لأننا تجاوزنا العديد من المراحل. سنقوم في هذا التمرين أيضا باتباع النقاط التي ترونها أمامكم، ثم نقوم بالتلوين كما فعلنا في الصورة السابقة. فلنتبع الآن الخطوط ثم نقوم بالتلوين. سأأخذ قلمي ثم أتبع الخطوط الأفقية والعمودية معا، لأننا تعلمنا هذان الخطين. سنبدأ، هذا خط أفقي وهذا أفقي أيضا وهذا أفقي أيضا وهذا يا أطفال، لنكمل نتحصل في الآخر على شباك البيت. سأكمل الخطوط الأفقية، أظنها كلها خطوط أفقية ولا توجد خطوط عمودية. نعم، لقد أكملت الجزء الأول من الشباك. هل أكملتم أنتم أيضا؟ أحسنتم يا أطفال، أنتم سريعون كثيرا مثلي بالضبط. فلننتقل إلى الجزء الثاني من الشباك لنقوم بتتبع الخطوط. احنا توا باش نتبع الخطوط الأفقية وما نخرجوش عن الخط، لازمنا نتبع النقاط الصغيرين باش نتحصلوا على شباك المنزل. أحسنتم، أنا كتوا كملت الجزء الثاني من الشباك والجزء الأول كذلك، انتم زادة أكيد راكم كملتوا. توا باش ننتقلوا لوسط الشباك، خلينا نكملوا بقية الخطوط لننتقل إلى التلوين. نعرفكم صغار تحبوا برشا التلوين، لكن ما نجموش نلونوا إلا ما نكملوا الدرس نتاعنا. هذا الاختبار أكيد راكم باش تعملوه مع أنيستي في الروضة. هذه خطوط، هل هي عمودية أم أفقية يا أطفال؟ أفقية. أحسنتم، أكيد راكم فهمتوا الدرس بالباهي، والاختبار هذايا باش يكون سهل برشا. مازلنا الخطين هذوما نكملوهم. صحيح سوي بعضكم باش توجعكم شوية من شدين القلم، أما ميسالش، خلينا نكملوا الاختبار متاعنا باش ننجحوا نتعدوا للسنة الموالية ونولوا أبطال أبطال القسم. أنا كملت الاختبار متاعي، أكيد حتى انتم راكم كملتوا الاختبار. شنو المرحلة الأخرى باش ننتقلوا لها؟ نعم، سننتقل إلى مرحلة التلوين. احنا توا باش نبداو نلونوا مع بعضنا،
باش نبداو زعما تو باش نبداو انا باش نبدا بالطفل هذايا باش نبدا نلونو له شعرو. انتو ما نعرفش كيفاش باش نبداو، خلينا نشوفو مع بعضنا واكيد من بعد باش نقارنو شكون اللي تصويرته خير، انا تصويرتي خير ولا انتو ما تصويرتكم خير. هكذا أطفالي أنا أكملت صورتي الجميلة، أنا أيضا متأكدة أنكم أنتم زادة كملتوا التصويرة متاعكم ولونتوها خير من تصويرتي أنا، وأكيد راكم فرحانين بها برشا. أنا نحبكم التصور اللي زيناه من اليوم واللي احنا وصلنا الخطوط المتقطعة بها وبعد لونناها، حكم تعلقهم في بيوتكم وتفرحوا بهم. طبعا باش نخليكم أصدقائي الصغار، باش نقولكم باي باي.